طلب الكرة بونوا، توصلوا بونوا، ينطلق من هناك نبيل العمارة، بونوا بونوا بونوا، تسديدة ممتازة من بونوا والحارس بوقاسم، وتبتي كرة دائرية مباشرة من هناك ناحية خالي زكريا. ماذا يضيع بالأحول؟ شوف هنا الكرة والمتابعة من خالي زكريا ووجها لوجه بالأحول. بعد انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي، وفي الموسم ما قبل الماضي كان انهزام فيه. محاولة ممتازة لاستغلال الفرص، كل الفرص المتاحة. التنفيذ كان جيد على مستوى يعني ما بين المسافة أو المساحة. وكرة ممتازة ممتازة، كرة ممتازة لصالح شبيبة الثورة عن طريق يحيى شريف. يحيى شريف أخذ كامل وقته وجد الثغرة في هذه المنافسة، منافسة كأس الجمهورية. إلى غاية الآن السيدة الكأس تبتسم للشبيبة. شوف هذه الكرة، الكرة الصاروخية قذيفة أرجو مباشرة تسكن شباك الحارس طوال عثمان. ناحية تبتي هي الكرة ناحية زواري، زواري راوغ بطريقة ممتازة. بونوا، بونوا يفضل المراوغة، يبقى دائما حافظ على كورتو. بوقاسم ينقذ الموقف بطريقة ذكية جدا، يمرر بابي لأرجل المدافع أمام شبيبة الثورة بنتيجة هدف دون رد. خطيرة خطيرة، خطأ فادح من الحارس طوال عثمان، والحظ لم يكن مع يحيى شريف. شاهدنا لاعب بالأحول كيف أخطأ المرمى يعني وهو شاغر، كيفاش أخطأ كذلك اللاعب. كاد فارس بن عبد الرحمن أن يسجل ضد مرماه، جنبت العمود الأيسر للحارس طوال عثمان. دقيقة من زمن هذه المرحلة الأولى، ثبتي العربي كرته دائرية ممتازة ممتازة، ممتازة هذه الكرة، والقائم ينوب عن الحارس بوقاسم خالد. مباشرة إلى الركنية، ركنية لصالح اتحاد بن عباس في التنفيذ. ثبتي الدفاع بالمرصاد، ثبتي في تنفيذ الركنية، المتابعة من خالي زكريا وفارس بن عبد الرحمن. المرحلة الثانية ونحن نلعب الربع ساعة الأول من زمن هذه المرحلة الثانية. كرة طويلة مباشرة ناحية حمية، حمية ماذا يضيع حمية؟ فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني. النتيجة عبد اللي يراوغ بطريقة ممتازة، عبد اللي يبقى دائما محافظ على كرته. عبد اللي، عبد اللي توزيعة ممتازة، اتحاد بن عباس يتمكن من تعديل النتيجة. شوف هنا الإعادة، شوف الإصرار، شوف الإرادة، شوف هنا بكل قوة اتحاد بن عباس يتمكن من تسجيل النتيجة عن طريق سوغار. يطالب بالمسافة القانونية بورديم والحارس طوال عثمان، بورديم والحارس طوال عثمان. كل فريق لا يريد أن ينهزم في اللحظات الأخيرة، كل فريق يريد التسجيل. سوغار، سوغار، واتحاد بن عباس يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. شوف هنا الكرة من سوغار والمتابعة من بالأحول، الهدف الثاني عن طريق بالأحول، هدف الانتصار، هدف التأهل إلى الدور المقبل. نبقى نقول هذا بكل تحفظ لأنه تبقى تفصلنا حوالي دقيقتين على انتهاء